السلام عليكم مشاهدينا، أهلا بكم، كل عام وأنتم بخير. نقدم الموجز الإخباري من قناة الشروق. هنا السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة عبد الفتاح البرهان عموم الشعب السوداني وأفراد القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى المنتشرون على كافة أنحاء البلاد بحلول شهر رمضان الفضيل، وتضرع سيادته للمولى عز وجل أو يجعل مقدمه الميمون رحمة وبركة وخيرا على بلادنا وعلى شعبنا وقواتنا المسلحة، وأن يتقبل شهدائنا ويشفي جرحانا، وأن ينعم للوطن بالأمن والاستقرار. أكد عضو مجلس السيادة الانتقالية سر العطاء أن جوهر العمل العسكري في السودان يقوم على حماية المواطن وصون كرامته. جاء ذلك خلال مخاطبته حفل تخريج الدفعة المكملة للدفعة الأولى لقوات حركات الكفاح المسلح التابعة للقوات المشتركة لحفظ الأمن والمعنية بحماية المدنيين بدارفور، والدفعة 55 ب من الفرقة 16 مشاة باستاد مدينة نيالا. وناشد العطاء رئيس الحركة الشعبية الشمال عبد العزيز الحلو ورئيس حركة تحرير السودان عبد الواحد نور للانضمام إلى مسيرة السلام. وكشف العطاء أن القوات المسلحة عازمة على إصلاح المنظومة العسكرية لتأسيس جيش قومي لفتح الطريق أمام بناء بقية مؤسسات الدولة بما يتوافق مع مصلحة الوطن. أعلن وزير التربية والتعليم المكلف محمود سر الختم الحوري تأجيل امتحانات الشهادة السودانية إلى 10 من يونيو للعام 2023 بدلا عن 27 من مايو، حتى تستطيع الولايات العمل على تكملة المقررات الدراسية في وقت مناسب. وأكد أن القرار جاء بعد دراسة ومناقشة مع لجنة وضع الامتحانات التي تم تكوينها بعد الانتهاء من عملية تصحيح الامتحانات السابقة، وتمت مخاطبة الولايات لمعرفة تغطية المواد للصف الثالث، ومن هنا تم إصدار القرار، لافتا إلى أن الوزارة عملت على مواجهة التحديات والسعي لتأمين العملية التعليمية في السودان. دشنت الشركة السودانية للخدمات البريدية المحدودة سودا بوست ببرج الاتصالات خدمة وكالات البريد وسط حضور مجلس إدارة سودا بوست وممثلي الوكالات البريدية والشركاء والجهات المهتمة. وأبان رئيس الشركة السودانية أن بريد السودان المؤسسة الوطنية تقدم خدماتها البريدية والمالية لكل المواطنين عبر مراكزها ومكاتبها المنتشرة في كل السودان، وأوضح بأن المشروع سيكون جسرا للتواصل بين كل بقاع السودان والعالم، ومن المتوقع أن يسهم بفاعلية في تفعيل أنشطة البريد حتى تنهض بخدماتها من حيث الجودة للمشتركين. مرة أخرى مشاهدينا، كل عام وأنتم بخير، كل التحايا لكم، في أمان الله.